مرحبا والسلام عليكم وأهلا وسهلا بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي، ونرحب بكم إلى فيديو جديد تكملة للفيديوهات اللي بدأناها كيف تتعلم الكتابة بالهندي. وشفنا كمان من الفيديوهات السابقة آخر كم فيديو كيف بنكتب اسمنا، اسم صاحبنا، كيف بنسلم، كيف بنقول أنا بخير وحضرتك، وكيف بتجاوب ميتيك هو. بعدين ممكن بتتابع الأسئلة، الناس بتكون تتعرف على بعض، تسأل من أين أنت، Where are you from بالإنجليزي. أنت عم تحكي مع حدا، مع صديق مثلا جديد تعرفت عليه مثلا، أو طالب جديد في الجامعة في المدرسة، أو زميل في العمل، يعني مستواك زي مستواه. فهون بدل ما تستعمل أب زي ما شفنا بالفيديوهات السابقة، إذا بتحكي مع حدا أكبر منك أو مثلا مسؤول عنك بالشغل أو شخص بتحترمه زيادة بتقول له أب. بس إذا حد أنت وياته بنفس المستوى، صاحبك صديقك خوش بوش، بتقول طم. هون بتقول طم زي ما بنشوف هنا، بتقول له طم، يعني أنت يا صاحبي، شو أنت يا صاحبي. فإذا هاي بقولوا لها طم، طم معناها أنت الصاحب أو الصديق اللي زيك زيهم مثلا. فطم بنقولها كل الجملة كاملة بالأول، فبنقول طم كها سي هو، شو كها سي هو، طم كها سي هو، كويس. فهون لأنك قلت طم بتقول هو كها هو، مش هو. هو لما يحكي عن حاله الواحد، شو لما يحكي عن حاله، لما يقول مي، شفنا بالفيديو السابق لما قلنا مي تيج هو، مي هو، بس توم هو، تقول توم هو، كويس. توم تيجي معها هو، فلازم تعرفها. لو انا بتنكتب بالعربي نفس الشيء هو هو، بس الهندي مختلفة. فإذا هلا كيف بكتبوها بالتفصيل؟ قلنا حرف أول شيء عندك حرف تو، فهاي الحرف هون عندك هي تو. حرف شو؟ تو. إذا كان الحرف لحاله ما عليهش تشكيل زي ما شايفين هون بكون ت. هاي عندنا حرف هون ت، هاي ت ت ما عليهاش تشكيل ت، بس إحنا بدنا إياها شو؟ تو. فإذا بنحط عليها ضمة، بنحط عليها ضمة، شو زي بالعربي، كويس؟ إحنا بنسميها ضمة. فإذا هاي من تحت تحط عليها ضمة بهالاتجاه، معناها أو، مش ممدودة، مش أو، تو. فهاي صارت تو. إذا بالاتجاه الثاني بصير تو، إذا بالاتجاه الثاني بصير تو. للاختصارات حطيناها هون، هاي إذا بتحط ضمة من هالنوع بتكون أو ممدودة، فهون لها هلا بتكون تو. وشفنا من الفيديوهات السابقة إنه حرف المه، هاي هون حرف الماء، ما بس لأنها بآخر الكلمة بيسوى زي كأنه عليها سكون، بصير طم أنت. طيب كها معناها من أين، من وين، من وين، من فين، وين، أعرف شو. هاي كها أين، هو الحرف شفناه قبل انه هاي حرف الكا، وهاي حرف الها، وهاي هون الالف، هاي العصاي زي بالعربي الف، يعني صارت ها، هاي مع بعض بتصير ها، الكلمة صارت كها، لأنه بيكتبوا هن من الشمال لليمين. فإذا صارت طم كها، شفنا الأحرف هون الكا، هاي الكا،
هاي الها هلا كها سي سي يعني من وين فرام كويس فهاي سي هذا الحرف سي لحاله س لو ما عليهوش هاي التشكيلة اللي من فوق كان س بنشوفها هون هاي س بس لأن احنا بدنا سي بنحط لها الشحطة من فوق زي الريشة من فوق هاي مش موصولة زي الإي البطة لا سي زي كيف قلنا مي بالدرس السابق إذا بترجع له هاي صارت كها سي اللي هاي شو هو هاي حرف الها لحاله حرف الها زي ما شفنا هناك هاي ها بس احنا بدنا نشكلها لو عصاي لحالها كان بصير ها زي بالالف بس بدنا اياها هو فبدل العصاية بتحط عليها زي ريشة وبصير هو يعني تكون شو كيف من أين أنت تكون كأنه حرفيا لو بده الواحد يفسرها ف توم كها سي هو من أين أنت ونتمنى لكم أحسن الأوقات وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو ونرجو الاشتراك وإلى اللقاء في الفيديو المقبل والسلام.